يلا عيني باسم دق عود نايم للظهر تنحرم عليها تنحرم وخلي المشاهد يتدلل كل من شاف الحلقة يحبها عم يمزح باسم لا تزعل لا 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 تزعل لا تعصب لا تزيد أغربها وخلي المشاهد يتدلل كل من شاف الحلقة يحبها حتى واحدنا فقدها صابر سويت خوش طلابه هاي 55 ريال يا أستاذ هاي 55 ألف يا هي باسم البغدادي لا تعصب خليك هادي من باسم البغدادي لا تعصب خليك هادي وقع بالمقلب عادي غيرك نار وشعلو المهنة الصعبة تعرفون شنو المهنة الصعبة راح اروح عليه مثلا هذا القصاب اتفقت وياه قلت له يابا انا ابدا اسوي لك لقاء برنامج اسمه المهنة الصعبة فممكن ننصب كاميراتنا طبعا نصبنا كاميراتنا وهسه فد شوية اخواني المصورين راح يراويكم وين نصبنا الكاميرات والكادر طبعا العصابة مالتي ثمين مسيطر طبعا نورس ايسر جاهزين كلكم اريدك تدوسين بباطنة شو تسوين؟ ادوس بباطنة وزحفي عليه زحفي عليه وتطير رقمك اوكي وانت بعد التذاكر انكتلت احنا ما لنا علاقه اعزائي المشاهدين طبعا هي صدق مهنه صعبه بس مو للصاحب المحل المهنه الصعبه الثمين شوف ايش قد راح ياكل كتل خليكم ويانا اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامج المهنه الصعبه طبعا راح ندخل اليوم اعزائي المشاهدين الى احد القصابين وانا متاكد مهنه صعبه لان بيها سكينه وبيها ساطور وبيها غلاء فاحش تعرفون اللحم يا اخواني العراقيين غالي ومو كل الناس تقدر يوميا تشتري لحم فاكيد مهنه صعبه بالنسبه لاخونا القصاب خلي نسلم عليه السلام عليكم شلونك حبيبي؟ شلون صحتك؟ الغالي تاج راسي بخير الحمد لله اسم بالخير؟ انا احمد احمد اهلا وسهلا بيك بيك اكثر احنا برنامج المهنه الصعبه الشرف فيكم الي الشرف حبيبي اول سؤالي هو مهنتك صعبه لو سهله؟ صعبه ماكو شيء سهل
لا هو اكيد ماكو شيء سهل، بس صعبه عن صعبه تختلف. صعوبه مهنتك اللي تلاقيها منين؟ الصعوبه من المشتري لو المشتري اللحم كلها هي مكوره. المشتري واللحم يعني شنو المشتري مثلا يضوجك؟ شلون ما يضوج على المشتري؟ المشتري يعني قصدك الزبون. الزبون ايه انت تتعامل ويا الزبون بخشونه بشفافيه؟ لا بالعكس، ما اعرف يعني. اكثر القصابين تلقى خال سكينه هنا وسكينه هنا وشايل خشمه وما يتحرك. اي صحيح صحيح، بس انت ما اعرف صحيح. جديد على المهنه انت؟ اه والله قديم يابا. قديم الحمد لله. ايش صالك؟ صالي بهاي المهنه؟ ايه؟ 5 سنوات تقريبا. يعني مو قديم. من ابويا مو يعني مستارث ابن عجل. اي ابن عجل. الله يديك الصحه رحم الله والديك. راسا تعلمت صرت قصاب لو كنت صانع عند ابوك؟ صانع صانع صانع. عم فد يوم قصيت صبعك؟ لازم، شلون لاعب يعني تتعود؟ اذا مثل السائق، اذا ما يندعم ما يصير سائق. لازم. زين استاذ، منين تجيب اللحم؟ والله اشتري غنم. لا قصدي تشتري خرفان انت وتذبحهن لو من المصدر جاهز مذبوح كامل. زين بس اسطره القوي اشتغل بيه على باب الله. اسطره بمر. زين ايش قد تقريبا يعني مثلا انت تاخذه بسعر، واكيد راح تبيعه بسعر يعني حتى ربح تسترزق به، والله يرزقك ان شاء الله ويرزق الجميع. يعني ايش قد تقريبا تخليه على الكيلو؟ لو على الشلو على شنو؟ على الكيلو ما اخذ 3000 دينار. 3 انت هسه بيش الكيلو تبيعه؟ هاي الحق عليه ب 48 كيلو، ابيع ب 15 كيلو. هو بيش عليه؟ عليه 11.5. 11 هاي ايش قد؟ 4.5. لا 3.5. شلون 3.5؟ بيش الكيلو؟ عليه 11.5. تبيعه ب 15؟ بيعه ب 15. شلون 3.5؟ لا اسمع انت والله 11.5 معقول. 3.5. 3.5 ورا تنظيف ورا عامل واجار ونقيل جور. شلون زين اذا واحد راد معدك باكر ايش بيها؟ عده؟ هي موجوده ليش؟ زين عقب باكر؟ عقب باكر. زين انت مو تقول انا اشتري مذبوح وجاهز؟ من اوصيهم على الباكر تجيبوا لي اياه؟ خو اشتري الطلي مثل قصابين الباقيين واذبحه، الباكر اطلعهن والمعلاقه اطلعهن. في مجال ماكو بالمحل. ها يعني انت يعني انت يعني انت ما تذبح لي ان محلك صغير؟ صغير رحم الله والديك. ان شاء الله تشتري اكبر واكبر. زين ناوي عندك اولاد؟ الحمد لله والشكر الله يحفظهم. ناوي تعلمهم المهنه؟ شلون لا لازم اعلمهم. ليش؟ خو ما اطلع من الحديد شي الدنيا. لا يعني هسه مثلا واحد يريد ابنه يصير معلم، واحد يريد يصير ابنه دكتور. هسه اللي يريد يتعلم ماكو مشكله، واللي يبقى ويا ابوي يشتغل هم ماكو مشكله. زين هم اكو زباين بما انه برنامجنا اسمه المهنه الصعبه، يعني هي انت صعوبتك يعني بالتعامل ويا الناس. هم اكو ناس يجوك يضوجونك مثلا يسوون مشاكل وياك على السعر على نوعيه اللحم؟ اي موجود هواي عالم هيك. وانت شلون تستقبلهم؟ بالحاب صدر رزقهم لي انا على باب الله. استاذ احمد حضرتك مو؟ ها استاذ احمد احنا قبل جاي يا معوده يم القصاب. يلا شلون؟ بالسلام. هو يجي ورايا يا معوده. دي يلا بعدين اخبرك. يلا شوفوا الكاميرات. اني اسفه اعتذر عيني. اطلع؟ لا تطلعي انت، وقفت التصوير مالك. اسفه ما ادري يعني اكو تصوير، اعتذر. يلا تشتري. والله دكتور مستعجله والله. يلا احنا هنا برا خلينا نكمل من الاخت وشطيك. السلام عليكم، شلونكم عيني؟ بيش كيلو؟ 15. دعوة بعد عمرين شرطك خاصة شوي. فخود هبتش لحم ترم. اوقف لي هاي ليش انزل لي اياها؟ اي بس على كيفك وياي. هو هذا سعره؟ لا تدري ليش؟ لان ما راح اخذ منك كيلو. اخذ منك 10 كيلو. لا 10 كيلوات عندي خطه. احنا برنامج اسمه المهنه الصعبه. لا فد ولا يلا دي ننزل لي. لا والله ما يصير. 12 والله ما يصير. 12 لا عاد وعليه من قاع 12 13 دينار. دي يلا ما يخالف نزل لي هاي الاشياء. خلينا نشوف خذ اول شيء لحم مثل دينار. ولا اوقف مو هاي يا زينه. اعطيش خاصه اي مو انا اريد كيلوين، اريد خواصر واريد كيلوين للكبه واريد كيلوين للثرم واريد كيلوين للدولمه. يعني اي عافيه دي نزل لي هذه. اي نزل لي. لا هاي اي اريد معدله اي فد ولا عمري. شوف اريد كيلوين للمثروم، كيلوين مثروم بعد، وكيلوين مال الدولمه معدل. فد ولا عينك. وكيلوين مال كباب بس ما اريد لي زايده. هذا الفخذ ايه عشتي ايدك. خش فخذ عيني. تعطيني ايه؟
مر اي قص لي اياها لي بس تشيلها خليك بيها شيء زين ايدك في دول عينك اي والله اريد اضلوع في دول عمرك ما دون ما هي صارت عمري ضلوع هاي اطبقها جو اجدريه صارت عمري عيوني انت الكيلوين كيلوين اريدك كل ربع تثرم لي واحد كل ربع واحد اي والله فيه. شوف تدري ليش ماني راح اخلي بالمجمده يعني كل ما احتاج شوي كل كيلو كل كيلو لا لا مشكلة. يلا اوكي كل كيلو زي كل كيلو سوي لي بيه ربع ربع صارت عمري اي عافيه عاشت ايدك تثرم لي اياه مو هنا تثرمون تثرمون قلت لي تثرمون مو اي تثرمون هو الكيلو كل كيلو يعني طلع لي 4 كيلو اسوي ربع 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 اسوي لي فيديو اي اي ازاد هاي رجع عمال اثنين على حكي ازاد وين عيني على اساس انا ازاد راح اسوي عليك زحمه عيوني 4 كيلو صارتك بابا اي في دول عينك قدام اوكي مع اللحم انا ما شايل ابو منو انت ابو منو ابو علاوي يا هلا بيك معدل ابو علاوي في دول عمرك خليت لي ليه ليه اسمها حسين كبة ودولمة وكباب اريد عاشت ايدك زيد لي ليه ليه في دول عينك انت شنو الجديد يعني هنا ما شايفتك انا هنا موجودة موجودة احنا مو هذا المحل مالتكم احنا وراكم يسلم راسك عيوني ورقة قلب ما الله والدك الله يحفظك احنا نريد سبعة ثلاثنا والله العظيم خليك شاء خمسة متروم في دول عمرك عيني خمسة متروم وانطيك الفخذ وزيك شاء واحد ايه ايه تقولي عاشت ايدك عاشت ايدك بس اهم شيء تخلي لي كل ربع واحد كل ربع واحد ايه تدري ليش مو انا اسوي طبخات اسوي طبخات عيوني يابا كل ربع خالتك تزيد واحد ايه كل ربع واحد ولو راح اتعبك لا 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 تشات تشات يعني خليني بالمجمدة اي عيوني اي في دول اقول لك هاي تتقصصوا ها يعني عادي تسوي لي ماتك هم بس دقيقة هاي زوجي دا يخابرني الو يلا وين صرت الخاطر الله ما تقولي وين صرت ها عيني انا يم القصاب ايش فيك وين انت ما تقولي لي وين يلا تعال حتى هم تدفع فلوس فد مرة مو ما شايلة فلوس لا الله يلا انا جايك يلا انا جايك يلا انتظرك يلا تعال على السريع يلا الله وياك يلا اوكي اوكي عاشت ايدك يعني لحم يخبط كل ربع واحد فدوه ايه شوارع تعجيزي هاي لا لا والله مو انا خليه بالثلاجة بعدي مجبوره انت اخذين جبت لحم ايش استوى غير عندي امي يمي يم خطار وخواتي لا السلام عليكم ها ما فطيتي هاي دي يثرم لي باللحم يا لحم البارحة مو قلت لك اني جايني خطار ووصيته يسوي لي 10 كيلوات من الخطار اموك واخواتك والله انا على ابوك يا ابو حتى اموك واخواتك يلا عيني كمل لا كمل شغلك يا ابي بس شنو خلص اي كل ربع واحد لا كل ربع واحد اي عيني 10 كيلوات انا قلت لك شنو 10 كيلوات لحم تعقل استاذ شنو 10 كيلوات 10 كيلوات لحم راح هذه مو قلت لك كلبة مثل الكلب قلت لك مسكين بمسكين مو ثرم هنو هذه يعني اي عينه اي كمل هنيابه شنو ثرم انت تريد تجي من بيتي لا عيني ليش اهجم بيتك يا عيني ادري بس اوقف انت البارحه مو هذه السلفه 3 ملايين ادري السلفه جايبها اللحم اني وين تخلين اللحم حتى الثلاجه ما عندك خليها يا ام احمد جيراننا لا اله الا الله بابا حتى ثلاجه ما عندك مو الولد ترى مهن خطيه وهذه وتعال ما ليش العلاقه حساب الموضوع ها عيني 150 اي 150 ما لحم سال اي الله اي خير انا مصي على كيلو واحد ما اعطي غير حساب كيلو واحد ليش عمي الله ياي بعدين هم رجال شو تعطيني يعني شو وقت كم لفه شنو يعني كيلو 10 وين والله انا وصيت كيلو المفروض تبدا المفروض شنو المفروض رجع على باب الله عمي اي وانا على باب الله انا حالك انت دمرت اللحم وانا اخويا الله الله بالخير عليك الله بالخير هاي مرتفع وحده كلبه بتكلب مشكلتك هاي كلبه بتكلب لا شيء لا عيني يقول يا الله لا عيني سمين عيني 150000 دينار على اساس استاذي 10 كيلوات وردت مرتي وش طلعتها شو اسوي لها ليش طلعتها شو اسوي لها كان جيت انت انا بالشغل على باب الله شلون بالشغل على باب الله هاي 15 شيخ والباقي اتصل ربي ما له علاقه شو وقت اتواب شنو عمي هواتي ابوك هواتي شنو فوق مو هواتي يعني شو عليه شو عليه لا 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 ل
راجعني يلا لا خلي اوكي خلي انا شفت عمي شفت شفت المهنة شو شفتوا اعزائي المشاهدين شلون المهنة صعبة يعني اول ما مرت ما تدي الفلوس يا بشار موت الرجال وين صاطوا شنو سامان طاب بدي يصير تعال ابو احمد ارتاح لا عادي ارتاح ابو احمد ارتاح عادي انا عادي ما اعزائي المشاهدين ما طول يخدم العمل كل شيء هاي المهنة الصعبة خيال ويا آسيا وكريستال شركة آسيا لصناعة الأصباغ المحدودة بغداد عويريج المنطقة الصناعية رقم الهاتف 0701921102 انت شو تحب تقول للمشاهدين ولأصحاب المهن الصعبة والله انت زين كصعب عندك صعب ماكو يا محمود بعد تعرفين شو تيجي تشتغل خفيه عشان تروحين تروحين لابو كرزات بعد من اوغاد على الاقل اذا يضربه بسمر سيسي لا بابا انا وديها لا انخفت والله يعني صابور يمي قتاهي بعد اريد بس اطلع احنا هذا جمهورنا طبعا استاذ على راسي انا احتضر منك انضربت بس جمهورنا يستاهل يستاهل اول شيء اول شيء ردنا نوصل المشاهدين نوصل لهم انه يعني التعامل ويا الناس من خلال البيع والشراء شويه يكون باعصاب بارده احنا العراقيين صحيح حامين وواصل هنا بس شو نسوي احنا وصلنا صوره لكم اعزائي المشاهدين انه اول شيء ثمين يجي باسلوب طيب ويا زوجته ويحكيوها على صفحه ويحكي باسلوب طيب ويا احمد اما بالنسبه لاحمد فحط لك بعد اربع صواطير شكرا جزيلا لك واخذنا من وقتك على راسي يلا عيني باسم تقعد نايم للظهر شنو حرب عليها تتحرب كل من شاف الحلقة يحبها عم يمزح باسم لا تزعل لا 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 تزعل لا تعصب لا تزكى غربها وخلي المشاهد يتدلل كل من شاف الحلقة يحبها هيوات شنو صوت؟ مو هيوات يعني شعلي شعلي يا ابو ما
نصدق هيجي من لم وقليل ليش هيجي تسوي باسم بينا هذا برنامج المتنبي الثقيل من كثر ما نضحك تبجينا عبرت وظنينا هالموقف صحيح حتى واحدنا فقدها صابه سويت خوش طلابه هاي 55 ريال يا أستاذ هاي 55 ألف هي باسم البغدادي لتعصب خليك هادي من باسم البغدادي لتعصب خليك هادي موقع بالمقلب عادي